تأملاتي. الفيديو ديال اليوم غادي نوريكم جوج ديال الحاجات: تغيير جذري خطير واعر، زعمو وجربوهم، غتنقصوا عليكم بزاف ديال الفلوس وفي نفس الوقت غتنقصوا مواد كيماوية، والحاجة الأخرى أنكم غادي تحصلوا على نتيجة أحسن بهادشي اللي غادي نوريكم دابا، أحسن من داكشي اللي كتشريوه من السوق. الحاجة الأولى كتصوب غنحضروها دغيا دغيا، والحاجة الثانية كتستعمل هكاك. الحاجة الأولى هي غنصوبو فيكساتور ديال المكياج، واعر البنات قسما بالله العلي العظيم، إلى منين جربته ما بقيتش كنحمل أن راه ماشي يلاه جربته. كنشري الفيكساتور ديال المكياج، عرفتوا شحال كيبقاو معايا؟ راه كيبقاو معايا بزاف، كنديرو ما كيعطينيش هذيك النتيجه اللي كنتشها نشريه وصافي، ما كيعطينيش هذيك النتيجه اللي كيعطيني هذا الفيكساتور اللي غادي نصوب معكم اليوم. البنات راه ما غادي يشوفوا، ما غادي شنو ما غادي يكلفكم والو، غير زعما صغوه عافاكم منين تجربوه المره الاولى والثانيه والثالثه ويعطيكم نتيجه واعره، عافاكم دخلوا الكومونتير وقولوا لي سوا ما عجبكمش وانا متاكده انه غيعجبكم، غير تبعوا النصيحه اللي غادي نقول لكم. الا ما عجبكمش اجي وقولوا لي راه ما عجبناش، راه غير كتخربقي، ولا عجبكم خليو كومونتير باش هكا اللي قرا كومونتير يزعم حتى هو يجرب وتعم الفائده. اول حاجه بنات عافاكم، انا كل مره كندير فيديو كنقول هذا اخر فيديو غادي ندير، حيت التفاعل قليل، لي جيم ما كاينينش، كي شويه كينزل لي داك كينزل لي المورال وما كنقدرش نبقى نصور. اي وحده شافت الفيديو خلي لي لايك، خلي لي كومونتير زوين، في واخا غير قليب بريضه اي حاجه، نعرف كردستي من هنايا، ولا جيم ديالكم غادي يعاونوا الفيديو باش يطلعوا باش يشوفوه الناس. قسما بالله هاد هاد هادشي اللي غنعطيكم دابا في الفيديو حلفت بزاف. مهم هادشي اللي كنعطي اللي غنعطيكم اليوم في الفيديو غينفعك بزاف، غترحمي لي على الوالدين، قولي لي الله يرحم الوالدين على هادشي اللي غادي نعطيكم، راه واعر قسما بالله انا كنستعملو، راه واعر واعر واعر، انا كنحمق عليه داكشي علاش متحمسه هكا. قلت لكم غنصوبو فيكساتور ديال المكياج، وفي الاخر غنقول لكم ممكن نديرو عليه في هذا الصيف نديرو ليه واحد الاضافه وغادي يحمقكم. غالي بزاف هادشي اللي غادي نصوبو، والحاجه اللي رخيصه راه الفعاليه ديالها ما كتكونش زوينه، راه كديري داك الفيكساتور على وجهك بحال ما رشيتي والو، وكاين اللي كيطرش بطريقه خايبه، كاين اللي فيه الكول بزاف، كل واحد وكيفاش كتبغي تفيكسي المكياج كيخرج لك منظر خايب. اول حاجه غادي نحتاجو الماء، ماشي ضروري افيان، غادي ديرو الماء ولكن ماشي ديال الروبيني البنات، غديرو الماء معدني، انا اختاريت افيان حيت زوين، اختارو احسن حاجه، القريعه راه ما دايره والو وماشي ضروري، مهم اي ماء معدني راه صالح. ثاني مكون غليسيرين، انا غنشرح لكم علاش غليسيرين. غنحتاجو بخاخ بحال هذا يكون خاوي، ولا شي واحد خواليكم ديال شي حاجه، ممكن حتى شي واحد الا عندكم هكا ديال الفيكساتور ديال المكياج ولا شي حاجه يكون ديكور ديالو زوين. انا عندي هذا ديال الف، حتى هو خاصني غير نغسلو رخوا قفي واحد شويه. هذا كنت خديتو هذا غير ملي كنت كنكوموندي من اي هير، كان هذا من الحوايج اللي كينزلوا الشحن وكنت خديتو ما بيهش. هذا اللي عطاني الفكره اللي غنقول لكم الاضافه اللي غنضيفو على هاد الفيكساتور، الا بغيتو بيان سور غيعجبكم بزاف. هاد القريعه غنديرها هادي الا كنت خارجه ولا شي حاجه نهزها معايا، وهادي للدار. والمكون الثالث هو ماورد، ماورد البنات اختاروا ماورد يكون مزيان عفاكم، ماشي داك الماورد اللي كيتباع في اي بلاصه، اختاروا ماورد يكون الجوده ديالو مزيانه. انا هذا ماورد مقطر، ماورد الجوده ديالو عاليه بزاف، هذا ديال هذا كنجيبو من فاس، اللي عندكم شي واحد في فاس يصيفطو لكم، الثمن ديالو ماشي غالي، وهذا ماورد حقيقي. دابا هاد القرعه كامله الثمن ديالها ديال القريعه اللي كتكون قد هكا في شي ماركات وما كيكونش كاع اصلي، ولكن كاينين كاين ماركات زوينين تاخذوا منهم ماورد. اول حاجه غادي نديروها ناخذوا هذا البخاخ، غنعمروا النص ديالو ماورد، يا ربي ما ندير شي بزاله، النص ديالو ماورد هكا درتها،
حدايا شي حاجه نمسح بها، ماشي مشكل. والنص الاخر بالماء، الاشاره البنات اللي عندهم حساسيه من المورد ما كيبغيوش يديروه، ممكن تستعملوا الماء المعدني بوحده، وممكن تعوضوه بالمزهر. مزهر حتى هو ولكن ماشي مزهر ديال الطياب، المهم شي مزهر اللي يكون طبيعي، حتى هو الناس ديال فاس ولا الناس اللي عندهم شي واحد في فاس راه كاين مزهر كيقطروه. مزهر حتى هو راه زوين بزاف للبشره، ممكن تعوضوا به ما ورد، وممكن تكتفيوا غير بهذا بالنسبه اللي عندهم الحساسيه من المورد والمزهر. المكون الثالث اللي غنضيفو هو الجليسيرين، الزيت ديال الجليسيرين. علاش ماشي زيت واحده اخرى؟ اول حاجه ما كدير لنا حتى شي حاجه مع الشمس. ثاني حاجه، وحنا غنستعملو منها كميه قليله، ثاني حاجه ان الجليسيرين هي الزيت الوحيده اللي كتذوب مع الماء، يعني ما غاديش تبقى ملي كتحركو هكا سبراي كتذوب مع الماء، ما كتبقاش معزوله. غادي نديرو اين ميزانة، نديرو هكا. البنات اللي البشره ديالهم جافه ينقصوا كميه ديال الجليسيرين، يديروا لا عفوا البنات اللي البشره ديالهم دهنيه يديروا ثلاثه القطرات اربعه القطرات ديال الجليسيرين. البنات اللي البشره ديالهم جافه ممكن يستعملوا من 6 حتى 10 القطرات. شوفوا ما تكثروش في الجليسيرين، البنات اللي عندهم بشره دهنيه ولا البشره مختلطه ما تكثروش في الجليسيرين، ديروا واحد ثلاثه ديال القطيرات وجربيه شوفي النتيجه ديالو كي دايره. الا جاك ناشف بزاف ولا جاك ما لقيتيش هذاك، حيت كيخلي واحد الكلو واعر في الوجه، كيخلي واحد لابغيونس زوينه بزاف. الا لقيتي جاك مازال ناشف زعما ما دهنش ليك وجهك ولا هذا، زيدي شويه ديال الجليسيرين. الا عجبك هكاك صافي خليه. شفتوا ها هو كيذوب هكا، انا من بعد نقدر نزيد فيه شويه ديال الجليسيرين، انا كيعجبني منين ترشوا ما ترشوش هكا قريب باش ما يخليش لكم النقيطات، رشوا بعيد على وجه ديالكم. ولا كانت عندكم شي قرعه ديال فيكساتور ديال المكياج استعملوها. عرفتوا بنت واحد الحاجه، هاد سبراي كان عندي هذاك ديال الفيكس بلاس ديال ماك، شحال هادي كان عندي قسما بالله الا تقريبا نفس ليفي، اقسم بالله العلي العظيم نقول لكم ليفي ديال فاش كيتشابهوا بزاف. شنو هو ملي كديروا لا بودغ وكيبان لكم وجه ديالكم كيبقى مغبر، كيبقى الوجه كيبان خايب، عرفتوا داك اللي فيه كنكرهو، عرفتي تخرجي بلا ماكياج وما تخرجيش بديك لابودغ هكا كتبقى مغبر. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يفيكسيو الماكياج ديالهم بلا بودغ، انا ما كتعجبنيش بزاف، غنعطيكم البديل ديالها، هي الحاجه الثانيه اللي غتحمقكم. كديريه كلشي عرفتي، كترشيه وكتسنيه ينشف، كتلقاي وجهك كلشي داكشي تدمج مع بعضياتو وكيولي المكياج كيبان ناتوريل. عافاكم البنات جربوه، والله العلي العظيم ما يجيكمش تخربيقه، والله العلي العظيم الا كنهضر معاكم وعارفه علاش كنهضر راه واعر 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 واعر. الحاجه الاضافه اللي بغينا نضيفو بلاتي نمسح هادشي ونرجع لكم. انا رجعت لكم، قلت لكم الاضافه بعدا، شوفوا لابغيونس اللي كتبقى بحال هكا، كتبقى تبان البشره، كتبان البشره صحيه زوينه، المكياج كيبان مندمج، ما كيبانش داكشي مغبر وداكشي معلك، واعر. الاضافه اللي غادي نزيدو عليه الا بغيتو بيان سور، اللي كيعجبها شويه ديال كيبان عجبها الوجه ديالها كيكون كيبري هكا، ولا حتى الجسم دابا في الصيف ممكن تستعملوا سبراي اللي هي كبيره وديروا تزيدوا اللي كنتو للجسم ديروا سبراي بوحدها وديروا زيدوا الكميه ديال الجليسيرين، وغادي تزيدوا فيه شويه ديال بحال هكا مثلا عندكم هايلايتر، غير مثلا انا عندي هاد الهايلايتر ديال ريفولوسيون هذا انا ما كنستعملوش بزاف، غادي تشديه وغتحكي هكا واحد شويه، تقشري هكا واحد شويه وتزيدي في السبراي ديالك، تبقاي تزيدي 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 حتى توصلي للدرجه اللي كتعجبك، وتبقاي دهني بها رجيلاتك كيديداتك العنق. كيجي زوين بزاف الا بغيتي تستعمليه بالنهار، كدير غير كميه قليله ديال الهايلايتر، اي هايلايتر عندك ماشي ضروري يكون غالي، كيف ما كان النوع ديالو
زيديه الا بغيتي بنهار، قلت لك نقصي الكميه ديال الهايلايتر. الا بغيتي ديريه هكا بالليل دابا الصيف خريجات هكا شي حاجه، زيدي الكميه وغادي تشوفي واحد اللمعه غادي تحمقك. الحاجه اخرى، البنات اللي عندهم اللي كيستعملوا لي فاغ بوبيير بزاف وكيكون عندهم مثلا النوع ديال الباليت ماشي شي حاجه اللي غاليه، اللي كتكون بيغمونطاسيون ديالها قليله ناقصه، كتاخدي هكا البانسو ديال الفاغ بوبيير او كطشي هكا. باش نوريكم انا حيت هاد القطعه ديال الفاغ بوبيير ما عنديش معها كاع. مثلا شوفوا لا بيغمونطاسيون كي كتولي، شفتوا انا درتو دابا فوق الهايلايتر شويه بحال، شفتوا البيغمونطاسيون ديالو كيفاش. بغيت نشوف لكم شي بانس واحد اخر، ندير لكم نفس هذا. شوفوا هانتوما انا كنورك، انا نعاود جوج مرات عاد غادي يولي هكا الاخر من المره الاولى. شوفوا حتى لا كولور كتبان غمق، شوف شفتوا من المره الاولى كيعطينا النتيجه ديال هكا. ومازال هاد الباليت ديال ريفولوسيون راه زوينه، البيغمونطاسيون ديالها زوينه. جربوا باي باليت عندكم، شي باليت رخيصه اللي كتكون البيغمونطاسيون ديالها خفيفه ما كتكونش كيعطي اللون مزيان، جربوها مع هاد السبراي وغادي تشوفوا نتيجه واعره. اللي جربات هاد السبراي تخلي ليا في لي كومونتير تقول ليا كيفاش جاها، رايك كيف ما كان، سواء عجبك ولا ما عجبكش، وانا متاكده انه غادي يعجبك. ممكن تهزيه معاك في الصاك منين في الصهد هكا ولا هذاك، تحسي بالمكياج ديالك شويه بدا كيخسر، شويه بدا كيطير شويه هذا، كتعاودي بلا بودغ، كديري واحد الطبقه خفيفه ديال لا بودغ وكترشيه، كترجعي بحال درتي مكياج من الاول صافي، وما كيتقام حتى شي حاجه. ماشي ضروري قلت لكم ايفيون، ماشي ضروري هذا النوع ديال الجليسيرين، اختاروا جليسيرين اللي هو زوين ماشي هذوك اللي عندهم المكياج. غنوريكم واحد لا مارك ديال الجليسيرين زوينه، هادي اللي كنت كنستعمل انا في الاول قبل ما نبدا نشري ديال اغومازون، كنت كنستعمل هادي ديال ناتورا سوا. ممكن تستعملوا اي جليسيرين ولكن تشريوها من لا فارماسي ولا من بارا فارماسي، يعني لا كاليتي ديالها زوينه. حتى البنات الا استعملتوا شي حاجه من هاد المكونات ماشي مزيانه، يخرج لكم حبوب ولا تخرج لكم شي حاجه، تقولوا الوصفه ما مزياناش. وصفه واعره، انا الوجه ديالي اي حاجه كنديرها ليه ماشي مزيانه كتبان ديك الساعه، هادي غزاله، مع عمرك غتضري تشري في الكساتور ديال المكياج. الحاجه الثانيه اللي غنوريها لكم بالزربه، البنات اللي كتعجبكم لا بودغ وبغيتوا ديك النتيجه ديال لي بودغ لي ديال الماركات العالميين وهذوك لي بودغ اللي غاليين وزوينين، جربي هادي. هذا تارك ديال الدراري الصغار، جربيه ديريه بحال البودغ ديال البودغ انفيزيبل، كيعطي نفس النتيجه لما كانتش حسن وطبيعي، زوين بزاف بزاف بزاف. جربوا حتى هو وردوا عليا الخبر. ديري جربي ما تخسري حتى شي حاجه، ديري اونتي سيرن، ديري مكياج في الدار وجربي بلا بودغ وبقاي كدوري وشوفي الفيكساسيون ديالو، جربيه ورشي عليه هذا من الفوق، جربي هاد الديو وردي عليا الخبر. انا اكيده انك غادي تحمقي على النتيجه وغتعجبي، تقولي كيفاش كان حدايا انا هادشي وانايا ما كنستعملوش، كنمشيو نشريو لي بود غاليين. وكاين اللي الله يحسن عاون ما خداماش، كتقرا البودجي ديالها صغير باش تشري دي مارك اللي هما مزيانين، ولي بودغ ديال لي مارك اللي رخاص راه ملي كديرهم على وجهك كتولي بحال دايره بحال رشه الفورس على وجهك ولا شي حاجه، داك المنظر ما زوينش. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، عافاكم ما تنساونيش من لايك، ديروا لي على جمال البنات، بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش هكا كلشي يستافد. اللي ما مازال ما تابوناتش تابونا، وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، تما في انستغرام اي حاجه كتسولوني نقدر نصيفط لكم دي فوتو ديال شي حاجه سولتوني عليها، نقدر نشرح لكم اكثر.
مرحبا بكم. نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا على اليمين والرابط ديالو في صندوق الوصف. بسلام عليكم، كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، نتلاقاو في فيديو جديد.